عسلي ماما، مرحبا بيكم الناس الكل. ما باش نعملوا مع بعضنا رولي غانا شوكولا بلون. اذيك علاش باش نستحقوا 4 عظمات، 100 غرام سكر، 75 غرام فرينة، و25 غرام كاكاو. اول حاجة نبداو بها نحطوا العظم ونبداو نركضوا فيه. نركضوه بالكدي من الاول، ومن بعد ديك نبداو نزيدو بشويه بشويه السكر اللي نتو فين الكونتيتي الكل، ونقعدوا نركضوا. نقعدوا نركضوا لين الخليط يضاعف الحجم نتاعو ويبيض. هنا نزيدوا الفرينة ونغربوها بشويه بشويه. نخلط الفرينة نتاعنا بالسيسة، ماذا بينا من الفوق للوطه من الفوق للوطه، باش الخليط نتاعنا ما يخسرش الهواء اللي فيه. ونقعد نزيدو بشوية بشوية الفرينة لين توفى الكل، ونحطو معاها الكاكاو في الاخر. وبنفس الطريقة نخلطو بشوية من الفوق للوطا باش الهواء اللي في الميلانج متاعنا ما يخرجش. ماذا بينا نخلطو بالسيسة ونخلطوها مليح، وكي نجبو من اللوطا بالكليكية باش الفرينة متقعدش مكعبرة اللوطا. شفتوا هنا كيفاش الخليط الكل كي ولا متجانس مع بعض الكل كي، وقعدنا نخلطوا بنفس الطريقه. أستوس صغيره، نحطوا شويه من الميلانج ونحطوا فوق البابي كويسون باش يشد مليح وما يتحركش. اني نصب الخليط نتاعنا ونحاولوا نستويوه باش يجي الكل كي قد قد. نطبطبوها شويه باش يخرج الهواء اللي فيها. نحطها في الفرن يكون مسخن من قبل على 180 درجه ما بين 10 و15 دقيقه. انتي عينك ميزانة. هنا خرجناها غطيناها بابي كويسون اخرى، ونحاول توا باش نحيوها بشوية بشوية ونسيسو عليها بربي. هو يتنحى فاسيلما، ماذا بينا نسيسو نعود نغطيوها بابي كويسون اخر ونخليوها تبرد لمدة نص ساعة. توا باش نحضرو لقنا الشوكولا بلون. ديك علاش باش نسحقو 200 غرام شوكولا بلون، 200 غرام كريم ليكيد. ناخذ الشوكولا ونحطها في بول ونسخنوا الكريم ليكيد نتاعنا في الميكرويند لمده 3 دقائق حتى لين يولي يغلي. هنا بعد ما سخن نحطه فوق الشوكولا ونبداو نحركوا فيه لين يذوب الشوكولا الكل. لين يذوب الشوكولا الكل ما يقعدش فيها كعبر وتولي ليس على الاخر، نحطها في الكونجيلاتور لمده ساعه. هنا بعد ما خرج الجناج من الكونجيلاتور نعاود نركضها. نركض القناش متاعنا لمدة 5 دقائق أخرين. من بعد نزيد عليها 80 ملل كريم ليكيد تكون باردة. وتوا باش نزيدو نبنو الجناش متاعنا باش نزيدوها شوية براليني أموند. إني هني زدت بالعين ما يقارب مغرفتين كبار. نكملو نركضو لين نتحصلو على ميلانج أوموجين. توا لقنا الشوكولا بلون فخاليني ياموند، ولا حاضر باش نزينو بيه الجاتو متاعنا. هنا الجينواز متاعنا بردت كومبليتمون، طب باش نحطو عليها الكريم. نشبعو الجينواز متاعنا بالكريم بالكدي بالكدي. توا باش نبداو نروليو في الجاتو باش يعاوننا البابي كويسون بالكدي بالكدي. نبدا نروليو ونكبس عليها، وهني باش يعاوننا البابي كويسون. حتى كان تشقت شويه الجينواز
ما تخافوش من بعد لي كابشن زينوها وتتغطى كل شيء. كملنا ولفيني الكل كي نخليوها ترتاح دقيقتين وهي مكبوس عليها. اني باش نقيس قد البلاتو متاعي وباش نقص جوست باش ما تجينيش اكبر من البلاتو اللي عندي. وما ننسيوش بالطبيعة نقصوا الحافة الأخرى باش تكون مستوية. أهني كما شفتو تحصلت على زوز رولي وما نلوحوهيش الأخرى، نزينوها زيدا ونيكلوها. طيب باش نكملو نزينو الجاتو متاعنا، نحطو عليه نفس الكريم ونحاولو نستويوها. يتستعملو سكينة صغيرة وإلا بسباتيو اللي عنده سباتيو، ونحاولو هكا نستويوها من الجوانب بالكل. كيما تشوفوا نوسعوا بيننا شويه باش يدينا جاتو مزيانه. توا ناخذ حافه السكينه ونحاول نرسم خطوط. كيما شفتوا الخطوط زيدوا زينوها وبدلوا المنظر متاعها. هني خديت كعبية بسكوي باش نحاول نزينها بها. كل واحد والاجتهاد متاعو، تنجم تزينها بالشوكولا، تنجم تزينها باللوز، كل واحد اش عنده شنو الاجتهاد متاعو. هذه اخر كعبة بسكوي نحطها، وتوا كونو كملنا تزيين تاع الجاتو. توا جي وقت القسم، شوفوا الجاتو كيفاش طلعت محليها، ونحكي لكمش بالطبيعة البنينة بنينة مش نورمال. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. بسلامة.